وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وقلنا إن هذه الآية سبقتها آية: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. والفرق بين الأسلوبين في اللفظين في الآيتين أن الآية الأولى ضمت فيها تاء الضمير، والآية الثانية فتحت فيها تاء الضمير، والثانية فيها ضمير المخاطبين، والأولى ليس فيها ضمير المخاطبين. وكل لفظة من هذه اللفظات جاءت لتؤدي معنى لا يؤدى بغيرها وإن تشابهت الأساليب. فمرة يقول أرأيتم يعني أخبروني أنتم، مرة يقول أعلموني إعلاما يؤكد لي صدق هذه القضية، ودائما يأتي الاستفهام من مادة أرى ورأى. والسبب في ذلك أنك حين تستفهم عن شيء إما أن يكون المستفهم منه قد حضر الشيء، أو يكون المستفهم منه لم يحضر الشيء. فإن كان قد حضر الشيء فإنك تقول له أرأيت ما حدث لفلان وفلان، فيقول لك نعم رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا. وإن كان المستفهم لم يعلم الأمر ولم يره، بل كان قبل وجود الرؤية منه، ماذا يقول المسلم؟ إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحدث لأصحاب الفيل ما حدث عام ولادته صلى الله عليه وسلم. إذن فلم يكن الحدث موضع رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يوم ولد، عام ولد، فأمر لم يره رسول الله، ولكن الله يخاطبه فيقول له: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف يقال هذا الاستفهام لمن لم يرى؟ كأنه يقول اسمع مني، وسماعك مني فوق رؤية عينك لك. فإذا ما قلت لك ألم تر يعني اعلم علما يقينيا، هذا العلم اليقيني يجب أن تثق في صدقه، صدقك في رؤيا عينك، لأن العين قد تخدعك وقد تكذب عليك، ولكن ربك حين يخبرك لا يخدعك ولا يكذب عليك. فكل الأساليب إذن حين يريد الله أن يخرجها مخرج اليقين، لا تقول لفلان أنك أحسنت إليه، ولكن تقول له أرأيت ما فعلته معك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، استفهام منك، فكأنك واثق أنه إن أدار رأسه في الجواب فلن يجد إلا ما يؤيد منطقك من وقوفك بجانبه وإحسانك عليه. يبقى إذن فيه فرق بين كلام تقوله أنت، تقول له أنا وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. طيب لا ما تقولش كده، تقول له أرأيت أني وقفت، أنت بسألك أنت، أنت الحجة. فإذا ما أدار الأسلوب فلن يجد إلا أن يقول نعم رأيت كذا وكذا. يبقى إلزام لا من واقع المتكلم، ولكن من واقع من؟ من واقع المخاطب. الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن تعنت الكافرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم الآيات، لم يكتفوا بالآيات التي أنزلها الله مؤيدة لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، بل اقترحوا آيات، اقترحوها من عنده، واقترحوها بشيء من الصفاقة والسماجة، يقولون أن تنزل علينا نحن كتابا نقرأه، بدل ما ينزل عليك أنت ينزل علينا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذا.
أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من ذكر، أو ترقى في السماء. طب مدام قلت ترقى في السماء يوم برضو عشان تعرف ان تعنت ولن نؤمن لرقيك. الله، مدام قلت ترقى في السماء إذن هذا مطلوب لكم، فإذا رقى ليه ما تعملوش؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. إذن كل ذلك أسئلة تعلم. فبعد أن قال الحق سبحانه وتعالى أن الله يعلم الآية التي يكون بها رسوله صادقا في البلاغ عنه ولا يقترق مرسل إليه، الآية التي يأتي بها الرسول، ولكن الله هو الذي يأتي بالآية المناسبة. بعد ذلك يقولهم أنا لا أتحننكم في أن تؤمنوا بي، لأن الإيمان بي لن يعود علي، إنما يعود خيره إليكم أنتم، لأني متمتع بصفات الكمال كلها قبل أن أخلقكم، فبصفات الكمال خلقتكم علما وقدرة وحكمة وإرادة، فإياكم أن تفهموا أن إيمانكم بي يزيدني صفة من صفات الجلال أو الجمال، وإنما الإيمان عائد إليكم أنتم. وإذا كنتم متكبرين ومتعنتين فنحن لا نترك من تكبر وتعنت ليقف أمام منهج الله الذي يحكم حركة الحياة في الأرض، ولكننا نأخذه أخذ عزيز مقتدر. واستقرئوا الرسل وما حدث لهم ممن كذبوهم ماذا صنع الله به، وأنا بقدرتي أستطيع أن أصنع معكم ما صنعته معكم. إنكم إذا استقرأتم الرسل وجدتم عذابا قد جاء للقوم بغتة، فنزلت عليهم الصاعقة من حيث لا يشعرون، وأمطر الله بطير أبابيل ترمي بحجارة من سجيل. هذا هو البغتة، ومعنى البغتة أن يفجأ الخطب القوم بدون مقدمات علم به، وجهرة أن يفجأ الخطب القوم وفيه مقدمات للعلم به. طب ايه السبب في انه يجيب بغتة ويجيب جهل؟ نقول له الواقع حدث كده. قوم أبرهة حينما جاءوا ليهدموا الكعبة انزل الله عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قوم لوط جاءه العذاب. طيب هذه بغتة وفيه جهرة، ام قال لك ايه وجد فيه جهرة؟ جهرة في قوم فرعون ما اغرقهم شيء، حاجة علانية كده، ام قال لك ايه وحاجة علانية ووقعت كده. طب قارون ما حصلش له اللي حصل؟ اذا من الممكن ان يأتيكم العذاب من الله بغتة او جهرة. طيب اذا كان بغتة يعني بدون مقدمات علم يبغتك الشيء، وجهرة شيء عارف. ايه يعني السبب في التلوين بين بغتة وبين جهرة؟ قال لك ليه؟ لان البغتة تثبت لمن يعبد غير الله أنه مخدوع في عبادة غير الله، لأنه لو كان بيعبد إله حق صحيح كان أنا لما أبيت له عذاب يأتيه من حيث لا يشعر كان اللي هو بيعبده كان يجي يبلي كده يقول له اوعى عشان هيحصل تكيت وكيت 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 وكيت. يبقى إذن البغتة تثبت إيه؟ عجز المعبودين لهم أن يستشعروا أن إله الحق يأتي لهم بعذاب، يقوم يجي لهم بغتة، يقوم دي يهزمهم ولا ما يهزمهم شيء. فكان من الواجب انه اذا ما جاء العذاب بغتة كان يفكرون طب الاصنام التي نعبدها اما كان في تقول لنا مثلا الحكايه دي كنا نحتاط. اذا فالعذاب البغتة يثبت لهم عدم علم معبودهم، ادي واحدة. طب والجهرة يمكن يجي يقول واحد العذاب جالنا على بغتة، انما لو كان جه مواجهة كده لنا كنا قدرنا نقف ايه نقف قصام، قول له حجيبه جاهرة برضه. اذا فالاولى تثبت عدم العلم من معبوديكم، والثانية تثبت عجز القدرة من معبوديكم، فلا هي في البغتة نافعة ولا هي في الجهرة نافعة. ودائما الحق سبحانه وتعالى يعامل رسله مع خصومهم هذه المعاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم القوم يعادونه مواجهة وصراحة، وبعد ذلك يصنع الله سبحانه وتعالى أمور بمعجزات تأتي بغتة كده. اتفقوا عليه موتوه في الهجرة أو ينفوا من الأرض أو يعملوا
يقوم الحق سبحانه وتعالى يخليهم واقفين كده، وبعد ذلك يخرجه من ايه؟ من بينه، ويأتمر المؤامرة، وبعد ذلك تفشل المؤامرة على الأول، ويواجههم رسول الله برضه فتفشل المواجهة. إذا ففي البغتة وفي التبييت لا ينجحون، وفي المواجهة لا ينجحون. ولقائل أن يقول طب لماذا تكون هذه المسائل؟ الله يريد أن يبين للمكذبين برسول الله أنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام هذه الدعوة موقف ولو بالتبييت، إن بيتتم فمكري فوق مكري، وإن لم تبيتوا بل مواجهة كده فقدرتي فوق قدرتي. يبقى إذا لن تستطيعوا لا بالتبييت ولا بالمواجهة، ما يفيش حاجة من دي تحصل أبدا، لا إن بيتتم ولا إن واجهتم. علشان إيه؟ علشان حتى في عمليات الخواطر التي قد ينفيها البعض عن رسول الله تكريمة له في أنه هل سحر ولا ما سحرش، ده ربنا بده بهذه المسألة أن يثبت لهم أنكم إن ذهبتم حتى إلى الجن لتسحروا ولتعملوا، ربنا هيخبر رسوله بما صنعتم. فلم تستطيعوا أن تبيتوا له لا بمجهود عقولكم ولا بمساندة الجن لكم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ برضو هل يهلك إلا القوم الظالمون استفهام، والاستفهام يكون مؤكد المعنى حين يلقيه المستفهم. احنا قلنا الاستفهام ده يأتي لمعنيين اثنين، المعنى الأول أن يريد المستفهم معنى يعلمه من المستفهم منه، يسأله عشان يعلم، ومرة يسأله عشان يقرره. وضربنا مثل بالتلميذ يسأل أستاذه، ساعة يسأل التلميذ أستاذه يسأله ليعلم ما جهل، طب وساعة يسأل الأستاذ تلميذه، أيسأله ليعلم ما جهل ولا ليقرره بما علم؟ كذلك سؤال الله لخلقه يأتي لينطقهم بجواب الحق من أنفسهم. ففرق بين أن يقول الله خبرا من عندك وبين أن يتركهم بالاستفهام ليقولوه إيه؟ ليقولوهم، لأن الإقرار سيد الأدلة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ طب وهب أن صاعقة نزلت أو خسفا حدث أو فيها عذاب يأتي فينجي الله المؤمنين، وفي عذاب قد يأتي ليأخذ هذا وهذا، نقول له نعم لا يهلك إلا القوم الظالمون وإن جاء فيهم غير ظالم. ليه؟ السبب إيه؟ قال لك لأن ما معنى الهلاك؟ الهلاك إعدام الحياة للحي المتمتع بالحياة، والذي لا يؤمن إلا بهذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه يبقى خسر ولا مخسر شيء؟ يبقى انتهت، لأنه ما بيعتقدش في حاجة تانية. لكن الذي يؤمن بإله يعود إليه ليحاسبه ويجزيه عن إيمانه خير الجزاء إذا حدثت له محنة في طي محنة للكافرين، أين يذهب هذا وأين يذهب هذا؟ هذا يذهب إلى إيه؟ إلى الجنة. وإذا ما ذهب إلى الجنة استمرت حياته حياة خالدة، ودك انتهت حياته. يبقى لو نظرت إلى هل يهلك إلا القوم الظالمون وإن حدث هلاك لغير الظالمين إلا أنه ينقلهم إلى حياة خير من هذه الحياة، فتكون فيوضات الله عليهم في النعماء وفي البلاء أيضا. والحق سبحانه وتعالى يتكلم في الآيات الآتية عن التصور الإيماني الذي يجب أن يرسخ في أذهان المؤمنين برسول مبلغ عن الله. الرسول المبلغ عن الله العقل الطبيعي الفطري كان ينتظره، كان لابد أنه يقول لازم يجي رسول يقول لنا. ليه؟ قال لك لأن الإنسان الذي طرأ على وجود كامل مصنوع صنعة دقيقة محكم فيه كل الخيرات التي تعود على ذلك الإنسان في حركة الحياة، إذا ما طرأ على حياة مثل هذه الحياة
أما كان يفكر بعقله من الذي أوجد له الأرض والسماء والشمس والقمر والماء والهواء وإلى آخره؟ احنا ضربنا مثلا وقلنا الإنسان منا لو أنه ذهب في صحراء وقعت فيه طيارة وبعدين نزل في مكان ليس فيه شيء، فجاع وعطش وعاري وما عندوش أبدا حاجة يسكن فيه، وبعد ذلك أخذته سنة من النوم، وبعد ذلك استيقظ فوجد مائدة من الطعام قد مدت وعليها أطايب الطعام، أليس من المعقول أنه قبل أن يمد يده ليأكل أن يقول من الذي جاء بهذا؟ كذلك أنت أقبلت على العالم المليء بهذه الخيرات، والخيرات دي لن يدعي أحد أبدا أنه خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق المية ولا خلق الهواء. أما كان يصح لك أن تقف بعقلك عمن أوجد هذه الأشياء لك؟ إذن فالعقل الفطري كان يجب أن يقف. فإذا ما كان العقل الفطري قد وقف هذا الموقف، إذا ما جاء رسول وقطع هذا الصمت على الجميع وقال أنا جئتكم لأخبركم بمن خلقكم وبمن خلق السماوات وبمن خلق الأرض وبمن رزقكم هذا الرزق، أما كان من المعقول أن ينصت له القول؟ إذن فمجيء الرسول كان يجب أن يستشرف له وأن ترهف الآذان للسماع منه. فإذا ما جاء مؤيدا بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر نقوم يبقى إذن العقل البشري وجد حاجته من ذلك الرسول. لكن إذا جاءت الآية للرسول فآمن به المؤمنون يجب أن لا يتعدى الرسول ولا يتعدى المؤمنون بالرسول ولا يتعدى الكافرون بالرسول رسول الله عن منزلته في أنه بشر أوحي إليه. إياكم إياك وإياكم يا من آمنتم وإياكم يا من كفرتم أن تنزلوه منزلة أعلى من منزلته البشرية التي اصطفاه الله بها. ليه؟ أم قال لك لازم تفهم أنه مبلغ فقط عن الله وأنه لا يستطيع أن يأتي بالآيات التي تقترحونها، لأنه بقول أنا ما بقترحش ولا بعملش آيات، أنا بأتلقى اللي يقول لي عليه أعمل. فأنت عايز أمانة في الأداء أكثر من هذه الأمانة؟ عال. فربنا بده يحقق هذه يقول إيه؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني لم نعطهم قدرتنا ليفعلوا ما شاءوا ولكنهم فقط كانوا مبلغين عنا، فلا تطلبوا منهم آيات لأن هم ما يقدروش يجيبوا الآيات وهم اللي هيقولوا لكم إن إحنا بشر ولا نستطيع أن نأتي بآية لأننا نستقبل من الله فقط. فخذوا الرسل على أنهم مبشرون وإيه؟ ومنذرون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وإحنا قلنا البشارة هي الإخبار بما يسر قبل أن يقع، والسبب فيها أسلوبيا أنك تجعل السامع لها يبادر إلى ما يجعل البشارة واقعا بالمنهج الذي يتقبله من ربه. طب والإنذار إخبار بما يسوق قبل أن يقع. ليه؟ ليحترز السامع أن يقع فيها. فإذا قلت أنا أبشر التلميذ المجد المجتهد الذي يسمع من أساتذته ويطالع دروسه أنه ينجح، وأنذر الذي لا يفعل ذلك بأنه يرسب، يبقى معنى البشارة أن تلهب في الراغب بالبشارة أن يفعل العمل الطيب، واللي بتنذره ما يعملش العمل. يبقى إذن الرسل مهمتهم إيه؟ مبشرين. فإياكم أن تخرجوا بهم إلى مرتبة تطلبون منهم آيات وتطلبون منهم أشياء، لأن الآيات والأشياء وتصرفها كلها بيد مين؟ بيد الله. وإذا كان الله يوافقكم على أن تجيء أن يجيء بالآيات التي تطلبونها فمعنى ذلك تخطيء الله في الآية الأولى، كأن ربنا لما اختار الآية الأولى ده ما لسه لا هاتنا الآية الفلانية. يبقى إذن ده موقف سوء أدب ولا لا؟ سوء أدب. فخذ الرسل على أنهم مبشرون ومنذرون. فمن آمن وأصلح، آمن بعمل القلب، لأن الإيمان هو إيه؟
اطمئنان القلب الى قضية عقدية لا تطفو الى الذهن لتناقش من جديد. مسألة استقرت، ولذلك بنسميها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء عقد، شيء عقد، مش عقدة وشليطة. لا، ده عقد ما ينحلش. يبقى على المؤمن حين يؤمن بربه ان يستحضر الادلة والايات التي تجعل ايمانه بربه ايمان ايه؟ قوي معقود. معقود يعني ايه؟ يعني ما ينحلش لاي ايه؟ لاي شبهة. وذلك عمل القلب. بعد ذلك وما يكفيش عمل القلب. ليه؟ قال لك لان الكائن الحي مش قلب بس، قلب وجوارح واجهزة. فاذا كان الايمان عمل القلب، فما عمل العين؟ وما عمل الاذن؟ وما عمل اللسان؟ وما عمل اليدين؟ وما عمل كل جوارحك؟ والمؤمن منقاد في كل عمله لمنهج ربه. فاذا امنت يبقى القلب عمل اللي عليه. طب وبيت الجوارح متعلقه ايه في الايمان؟ متعلقها ان تصلح. يبقى من امن وايه؟ واصلح. يبقى الايمان ده عمل مين؟ عمل القلب. ولذلك واحد يقول لك انا قلبي كويس وسليم، يقول له لا، هي المساله مش كده. ده الايمان. تبقى انت صحيح قلبك عمل اللي عليه، وبقيه جوارحك لماذا عطلتها؟ لازم تشوف برضو لجوارحك عمل تعمل. طب جوارحك عملها تعمل ايه؟ اما قال لك العقل له عمل، التفكير والتدبر والتذكر والتخطيط. طيب على الاول. وبعدين والعين عملها الاعتبار والاستفاده من معطيات ما ترى، والاذن عملها كذا، واليدين عملهم كذا. طب دي مهمتها ايه؟ يجمعها كلمه اصلح. كلمه اصلح. يبقى امن انتهينا منها، وبعدين اصلح دي عمل كل ايه؟ كل الجوارح. فالذي يصلح بعقله يفكر الفكره السليمه اللي تنفع الناس. طيب والذي يصلح بعينه ينظر الى مكان الاعتبار فيقتنع به ويقنع غيره به. طيب واللي يصلح باذنه يستمع القول فيتبع احسنه. واللي يصلح بايده يعمل العمل النافع للناس ويعين ذا الحاجه الملهوف. الله. اذا كل جرح لها ايه؟ لها عمل. فاذا الايمان عمل جارحه هي القلب، ولكن اصلح يبقى عمل كل الجوارح. طيب اصلح عمل كل الجوارح ليه يقول؟ وهل اقبلنا على كون فاسد لنصلحه؟ ده احنا اقبلنا على كون محكم غاية الاحكام. نقول له طيب استقرئ كده وشوف الاشياء التي لك دخل فيها، ايدك بتدخل فيها وعملك وتصرفك، والاشياء التي لا دخل لك فيها، اي الامرين مستقيم على الصلاحيه العليا؟ اللي مالكش دخل فيها مستقيم، مالكش دخل في ان المطر ينزل ولا ينزلش ولذلك امره مستقيم، مالكش دخل في ان الهوى يهب ولا ما يهبش ولذلك امره مستقيم، مالكش دخل في ان الشمس تطلع ولا ما تطلعش وده مستقيم. اذا فكل عمل في الكون في النواميس العليا الكونية لا دخل للإنسان فيه على الصلاح المطلق. طب امال يجي الفساد منين؟ أم قال لك يأتي الفساد مما لك فيه دخل، مما لك. ولذلك احنا اشتكينا أزمة هوا ليه؟ لأن ما لناش دخل فيه. ولما بقالنا دخل وبنخلق آلات تعمل عادم وتطلع سموم وتطلع عوادم تفسد الجو، لما دخل لنا عمل ابتدى الجو يفسد. اذا فالشيء الذي لا دخل للانسان فيه على منتهى ايه؟ الصلاحيه. والشيء الذي للانسان فيه دخل نقول له اما ان تدخل بحركتك فيه على منهج الله ولذلك يستمر الصالح صالحا، فان دخلت به على غير منهج الله سيفسد الصالح هواك. ازاي بقى؟ ام قال لك نبص كده ما اشتكناش ازمة هوا، لكن لما تدخلنا وعملنا السيارة ونظرنا الى انها تحملنا في الاسفار الطويلة وتحمل الاشياء اللي ما نقدرش نحملها الا بمشقة، نقول له انت علمت شيئا وغابت عنك اشياء، انت علمت انها هتخفف عنك.
لكن ما علمتش انك انت كان يجب ان تحتاط لما تظهره من الفساد. اولا قبل ما تجيب سيارة لازم ترصف لها طرق عشان لما تمشيش مشوار تثير غبارا يفسد رئة الناس وانفاسهم. تعمل الحكاية اللي الصنعة تكون دقيقة بحيث ما تجيبش من الشكمان عادم عشان تتعب الناس. لكن تاخد قمة الحضارة وتسيب قاعدتها تبقى هتتعب الدنيا. ولذلك احنا قلنا انظروا العادم من صنعة الله يصلح الكون. والعادم من صناعتنا نحن يفسد الكون. العادم من الحيوانات نأخذ به خصوبة أرضنا. والعادم من صناعتنا في السيارات يفسد علينا الهواء فتفسد رئتنا. ليه؟ لأنك علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يبقى لما تعمل حاجة لازم تشوف هتجيب ضرر قد إيه. والضرر اللي هتجيبه ده مش كل واحد هيركب سيارة، إنما كل واحد هيضار بآثار السيارة. فيجب إنك أنت ما تاخدش الحضارة من شواشيها. الدول المتحضرة اللي عايزة تبقى متمدنة صحيح تاخد المدنية من ايه؟ من قاعدتها الاصلية. قبل ما تعمل الحاجة تشوف دي جيب ضرر ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فتجد مثلا احنا قلنا ضربنا مثل زمان كان لما الدودة تعبت الدنيا وبعد ذلك اخترعوا الديديتي قالوا يا سلام المبيد الحشر اللي هيطلع الدودة من مش عارف ايه. وبعدين بعد مضي مدة اللي ابتكروه واخترعوه وصنعوه وروجوا له هم اللي بيعملوا عقوبات على من يستعمله الان لانه علم شيئا وغاب عنه ايه اشياء. لكن الذي يعمل المسألة من اولها الى اخرها كل عادم صنعته نافع، كل عادم الصنعة منه نافع، وعادم الصناعات في البشر ضار ومضر. يبقى آمن وأصلح، آمن عمل القلب وأصلح عمل الجوارح. طيب، فالشيء الصالح بطبيعته الذي طرأ الإنسان عليه ووجد صالح إياك أن يفسده، وإن استطاع أن يرقي في صلاحه فليفعل. يعني يزيدوا ايه؟ يزيدوا صلاح. نقول له تعالى وهل زيادة الصلاح دي بتحقق ضرورة ولا ترف؟ هل ربنا ترك المسائل لنا عشان نصلح ونكمل له نقص في الكون؟ قال لك لا، ده انت عايز تترف في الحياة. ما دام عايز تترف بقى شغل مخك المخلوق لله. خلاص؟ في المواد والعناصر قدامك المخلوقة لله. وتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقة لله إن أردت أن تتنعم نعيما فوق ضروريات الحياة. إزاي مثلا؟ كنا لما نعطى الزمان يا بنروح للنهر ونجيب بإيدنا ونغرق كده ونشرب، يا بنجيب إناء فخار، يا بعدين جبنا إناء مثلا من الصاج وبعدين جبنا بنور. هل هذه